لا شك أن ما سئل عنه من أغرب ما يسأل عنه، مما يقال من أن الست من شوال ليس لها وقت محدد، لك أن تصومها في أي شهر من الشهور الأخرى. فمن الغرائب يعني لا بد من استحضار الروايات، ولو سلمنا بما قالوا من ضعف حديث أبي أيوب مع أنه في صحيح مسلم، لكن من باب التسليم، فأين هم من حديث ثوبان الذي يستدلون به؟ أين هم من رواية الأخرى عند النساء في السنن الكبرى بالتنصيص على ست من شوال، فهي موضحة لرواية بعد الفطر؟ فعن ثوبان رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صيام شهر رمضان بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام من شوال بشهرين، فذلك صيام الدهر. فهذه تفسر هذه وتقيدها، قال: وصيام ستة أيام من شوال. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله في تهذيب سنن أبي داود، قال: هذا قول غريب شاذ، وإلا كما قال رحمه الله: ما الفائدة من ذكر شهر شوال في الحديث إذا قيل بأن له أن يصوم ستة أيام من شوال في أي شهر؟ ثم على هذا القول يقع الناس في البدع، لأنه أين الدليل على أن صيام هذه الأيام الستة تكون في ذلك الشهر أو في ذلك الشهر دون تقييد؟